كلها بداية صورة مبشرة عندنا لغاية دلوقتي كده، زي ما حضرتك شايفة في حدود 5 طن كده بدأوا اخواتنا المزارعين هنا في جنوب سيناء توريدهم لنقطة الاستلام. وحضرتك عارفة زي طبقا للتوجيهات الوزارية صدر قرار بتشكيل لجان استلام القمح، صدر الحمد لله قرار الأسبوع اللي فات من دولة معالي رئيس الوزراء برفع قيمة الأردب من 1200 ل 1500 جنيه لحث المزارعين على توريد الأقماح اللي موجودة لديهم، وده كحزمة استثمارية كده من الدولة بتحث المزارعين على توريد القمح. ده حاجة مشجعة لإخواتنا المزارعين عشان يوردوا الأقماح السنة دي الموسم 2023. احنا النهاردة بنورد الغلة اللي احنا حصدناها زارعين في جنوب سيناء، يعني القمح في جنوب سيناء معروف انه بيطلع فوق ما تتصوروا، لأن جنوب سيناء معروفة بالزراعة، بزراعة الغلة. الغلة دي كانت تنزرع على الأمطار مش على المية، فالحمد لله دلوقتي في المية وفي الري الحديث وفي دعم بأمانة ربنا من الناس المسؤولين في على المستوى الجمهورية، وإحنا بنلبي نداء السيد رئيس الجمهورية لما قال عاوزين نزود رقة الزراعة على مستوى جمهورية مصر العربية. الزراعة السنة دي زادت للنداء الحكومة ان القمح يدعموه، لان القمح ده بيرجع لنا ثاني.